أطفال سوريا يجدون في الفن التشكيلي مهربا من الأزمات النفسية ويسجنون مخاوفهم في قوارير زجاجية. تقرير جون أخول. من بعيد لا تعكس المخيمات إلا الدمار والمأساة السورية المستمرة منذ 4 سنوات، لكن خيمة واحدة في مخيم القاح في ريف إدلب على الحدود بين سوريا وتركيا تمكنت من نقل الأطفال من واقع الخوف والعذاب إلى عالم من الفن. كنا نشتغل منه كتير أشياء حلوة، وهي عجينة سهلة وقليلة التكلفة وآمنة، يعني أنا فيني أشتغل فيها رح تكون آمنة ما رح أنضر منها. محمد الحموي فنان تشكيلي في العقد الرابع من العمر، أراد أن ينقل تجربته لأطفال المخيم من خلال تعليمهم النحت والأشغال الحرفية لإخراجهم من الكآبة وأجواء الحرب. كان الأطفال عندهم خوف من الطيران، من الدبابات، من القصف. حاولنا ندخل الطيارة، حاولنا ندخلها لقنينة صغيرة ونقول لهم انه هي خلص انحجزت ما بقى تطلع، يعني كسرنا الحاجز، حاجز الخوف شوي. كذلك الامر بالنسبة للدبابة، في اطفال كانوا يتذكروا بيوتهم كتير، حاولنا نجسد الامر هذا على الرسوم، خلال رسوم. في اطفال كان عندهم حالات خوف، في اطفال كان عندهم مشاكل نفسيه، من خلال الرسم حاولنا نكتشف الامور كلياتها. جزء من العلاج الذي يقدمه الفن للاطفال هو التعاطي مع امور كانت مخيفه بالنسبه اليهم، مثل الاسلحه والطائرات والدبابات التي قصفت منازلهم ودفعتهم الى مخيمات اللجوء. انا حبيت اتعلم الفن، الاستاذ كل يوم كنت اجي على اساس يعلمني الفن وتنزيل العود الموسيقى أو مثل الدبابات والطيران. الدبابة كنا نخاف منها، فوتناها لقلب القنينة عشان ما تطلع تقصف مرة تانية. سجن الأطفال الدبابات في قوارير زجاجية ليحتموا منها، كما حماهم الفن من العذاب والتداعيات النفسية. لكن الفن خيال أيضا، وطالما أن الخيال مسموح فلمنزل الأحلام مكان أيضا في مخيلة أطفال سوريا.